إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا عباد الله أن أعظم ما يحرص عليه العبد المسلم أن يسأل ربه سبحانه وتعالى، أن يسأله الثبات على دينه، وأن يسأله الثبات على التوحيد والسنة، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عنايته بالتوحيد أن يعتني بجنابه، وأن يعتني بجناب التوحيد، وأن يحذر من كل ما يخدش جناب التوحيد. أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نُهِكَت الأنفس، يعني ضعُبَت الأنفس، وجاع العيال، وهلَكَت الأموال، فاستسقِ لنا ربَّك، فإنا نستشفِعُ بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، فأخذ يكرر التسبيح حتى عرف ذلك في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للأعرابي: ويحك، أتدري والله شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته، وأشار بيده كالقبة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإنه ليئط، أي العرش، وإنه ليئط كما يئط الراحل بالركب. فهذا الحديث يا عباد الله حديث عظيم، فيه فوائد كثيرة، منها جواز طلب الدعاء من الحاضرين الأحياء القادرين من الأنبياء والصالحين. فهذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: استسقِ لنا ربك، فإنا نستشفع بك على الله. وهذه الجملة لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي، وذلك لأنها جائزة. فدعاء المخلوقين يجوز بشروط، إذا كان حاضرًا، إذا كان حيًّا حاضرًا قادرًا. فإن لم يكن حيًّا ولا حاضرًا ولا قادرًا، كان ذلك الدعاء من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يُغفر. فمن سأل ميتًا، أو سأل غائبًا، أو سأل غير قادر، فإنه وقع في الذنب الذي لا يُغفر، والسعي الذي لا يُشكر، وهو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حال كثيرين اليوم
ممن ينتسبون إلى الإسلام أنهم يطلبون الحاجات ويطلبون من الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال بعد ذلك الأعرابي: وإنا نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك. فهذه الجملة هي التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسبح ويكرر التسبيح إنكاراً على هذا الرجل، حتى عرف ذلك في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجامل في إنكار المنكر، خاصة إذا كان هذا المنكر يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبالتوحيد. فبعض الناس قد ينكر الغيبة، وقد ينكر الكذب، وقد ينكر كبائر الإثم وكبائر الذنوب، ولكن إذا جاء عند التوحيد فإنه لا يحرك ساكنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل هذه الكلمة الشنيعة التي قال فيها: ونستشفع بالله عليك، أي نجعل الله عز وجل واسطة لك. وهذا هو المنكر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ثم ذكر شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى الذي ما قدره الناس حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال النبي للأعرابي، قال: إن الله على عرشه، وإن عرشه فوق سماواته. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم كالقبة بيانا لصفة العرش، قال: وإنه ليئط، أي أن هذا العرش يئط من عظمة الله سبحانه وتعالى واستوائه عليه، وإنه ليئط كما يئط الراحل بالركبة. فهذا يا عباد الله حديث عظيم فيه هذه الفوائد العظيمة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد، وبيان شناعة هذه الكلمة التي سنذكر أمثلة عليها في زماننا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله مني ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن الكلمات التي تنتشر بين الناس وهي داخلة في الاستشفاع بالله على خلقه ما يقوله كثير من الناس في الجاهيات وطلب العفو، يقولون: ندخل عليكم بجاه الله، أو يقولون: ندخل عليكم بوجه الله. فهذا من الاستشفاع بالله على خلقه. ومن ذلك يا عباد الله ما يقوله بعض الناس وهو منتشر انتشار النار في الهشيم، إذا قيل له: من هو واسطتك؟ قال: واسطتي هو الله. وهذه أيضا يا عباد الله من الاستشفاع بالله على خلقه. فهذه الكلمات الشنيعة لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى، لأن حق الله أعظم وشأنه أكبر. فاعلموا يا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا،
اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.